مشاهدينا اهلا ومرحبا بكم في حلقه جديده من برنامجكم هادي في الملعب. النهارده طبعا انا اصريت ان احنا نبدا الحلقه معاكم مع ضيوفي طبعا اصدقائي، ما همش اول مره يطلعوا معانا، لا طلعوا معانا قبل كده كابتن بندق والاستاذ عماد شلبي المدير التنفيذي للمنظمه المصريه والعربيه لحقوق الانسان لوجه بحري ومحافظه الغربيه، وطبعا معانا بندق، طبعا انتوا كلكم عارفين بندق يعني نجم نادي الزمالك. طبعا كانت حلقتنا دي مميزه جدا من قبل كده، طلعنا مع بعض وكانت الحلقه بص قلبناها هزار وكانت كوميديا، وكان الاستاذ عماد خدنا بعد الحلقه وطلعنا وعملنا عشوه كويسه جدا. طبعا الاستاذ عماد انت منور معانا النهارده في البرنامج. خليك اهلا وسهلا. طبعا انت طبعا منور، دي مش اول مره، وطبعا يعني انت شرفنا تاني. انا بعتز في كل حلقه ان اكون معاك ان شاء الله، وشرف كبير لي ان انا معاك النهارده وموجود بالقناه، لان برنامجك جميل جدا وعندنا بصراحه بيحبوه جدا يعني. طبعا ومعانا طبعا نجم من نجوم نادي الزمالك كابتن بندق. حبيبك يا كابتن هادي. اضحك انا عارفك. حبيبك يا منور الدنيا. ربنا يخليك، ده منور عليك. حبيبي يا بندق. طبعا النهارده احنا هنتكلم وهنتناقش في مشكله اتحاد الكوره والامن والنادي الاهلي ونادي الزمالك وتأجيل مباراة الأهلي والزمالك لأجل غير مسمى. ففي حاجات احنا مش عارفينها، وفي حاجات برضو علشان نكون متفقين عليها الكابتن عماد او الاستاذ عماد عارفها برضو، وهو برضو قال لنا خليها مفاجأة نتكلم عنها في الحلقة معنا، عن مشكلة نادي الزمالك والنادي الأهلي في مباراة الدوري اللي اتأجلت. طبعا هنرجع نتكلم مع حضرتك، احنا طبعا عندنا حاجات كتير قوي هنتكلم عنها النهارده يا استاذ عماد. مهما بقى الدايره عند حضرتك، طبعا انا سامع ان في مطالبه في الدايره بحضرتك انك تترشح لمجلس الشعب، لانه طبعا شايفينك انك انت قايم بمهمات كويسه جدا لبعض الشباب عن الدايره. تمام. بدايه ما زلنا بنمر بايام جميله جدا، وهي احتفالات نصر اكتوبر عام 73 اللي مر عليه 46 سنه. طبعا فاحنا بنهني القياده السياسيه والقوات المسلحه بهذه المناسبه العظيمه. طبعا. اما كون مطالبه في الدايره عندي، ففي ناس اعزاء والاصدقاء المقربين مني جدا راوا او شافوا ان انا ممكن اادي دوري في مجلس النواب، فطلبوني اكثر من مره بهذا الموضوع. تمام. وحقيقي في ناس كلمتني فيه قبل كده. كابتن هادي على فكره دي مش اول سنه الناس تطالبه. تحقيق. من فتره طويله جدا هو معايا الاستاذ عماد على طول، ده يعني ده اب ليا واخ كبير في رسائل كتير جات لي، في رسائل كتير جدا، فمش اول مره الناس تطالبه والناس تتكلم معاه في الموضوع ده. هو من كذا سنه بس هو مأجل، فمش عايز ياخد الخطوه. هو الشباب عامه ساهم كتير قوي في بعض مراكز الشباب. ده حصل لان انا مسكت رئيس مجلس اداره مركز الشباب اكتر من مره يعني لفتره طويله، وعضو مجلس محلي لدورتين متتاليتين. اما عن المطالبه بهذا الراي فهو من خلال حاجات معينه. المواطن في الشارع النهارده يهمه ان يلاقي اللي جنبه يخدمه اكيد في هذا المجتمع، لان في ناس ما بتوصلش للمسؤولين بسهوله. اكيد طبعا. فكون انك قريب من المواطن فده اللي يهم المواطن. طبعا. مع احترامي لجميع الساده اعضاء النواب الحاليين، هم ناس افاضل واصدقائنا على المستوى الشخصي. طبعا. ولكن هي سنه الحياه كده. زمان عندنا مشاكل بالكوم موجوده، عندنا مشاكل كتيره موجودة جدا. انا عندي مجلس الشعب ما فيش ناس مش قادره تحل. احنا عايزين يا كابتن هادي بالمناسبه بعد الكابتن عماد اللي هو اتكلم فيه، اتفضل. في مشاكل كبيره جدا عندنا في مراكز الشباب، دي بدايه يعني، مراكز الشباب دي بدايه للي انت بتطور في طبعًا. الشباب بدايه للموهبه للكلام ده كله. في فساد، في فساد كبير جدا، ومعانا مداخله مع هيبقى معانا مكالمه دلوقتي من كابتن. في ناس طبعا في كتير قوي شاكت لي عن في مداخله هتبقى معانا دلوقتي هو عن مشاكل انا استاذنك يا كابتن. يا ريتك يا استاذ عماد يعني تتكلم. هي دي النقطه اللي انا هقدر اتكلم بمناسبه ان احنا هنتكلم عن مراكز الشباب. تمام. هو ما يؤسف ان قطاع وزاره الشباب والرياضه النهارده ما عادش تبص لمراكز الشباب بالمفهوم اللي يبقى في ذهن كل واحد. النهارده في بعض الناس على المستوى الشخصي فتحوا ملاعب اللي هي ملاعب السداسيه. السداسيه. طب ليه وزاره الشباب والرياضه في كل محافظه وكل وزاره تفضل مشكورا ودعم مراكز الشباب بمثل هذه الملاعب؟ اعمل هذه الملاعب، لان بعض الناس
بيفتحوا على المستوى الشخصي ملاعب من دي وبيعملوا فيها كفاءات، الكفاءات فيها حاجات تانية، فالشاب هنا بيخرج عن المفهوم العام اللي المفروض الدولة بتجيبه عليه. صح، انت فاهمني ازاي؟ صح. انا كوزارة الشباب والرياضة ادعم بقى مراكز الشباب، يعني احنا عندنا مثلا مركز شباب سمتاي، ايوه، مركز طرق المحافظة الغربية، ليس له ملعب، مفيش انشطة، هي كلها حاجات مكتوبة على الورق، احنا بنتابع الحاجات دي. مركز الشباب خلاص للاسف للنهار لغاية النهاردة ملوش ملعب. سمتاي دي قرية كبيرة يعني لا يقل عن 40,000 نسمة، ومفيش ملعب نجيله خضرة غير بعض الاشخاص فاتحين على المستوى الشخصي، لكن احنا بنقول خاصة. المستوى خاص، علشان كده احنا بنقول يفضل ان الوزارة هي بنفسها اللي تنشئ هذه الملاعب لمراكز الشباب، حتى على المستوى الفكري تكون المكتبة موجودة فيها كتب فيها كذا، يبقى الناس ما بيكونش رياضي بس، يكون رياضي واجتماعي وثقافي وديني وتربوي، يعني ده لازم. يا اخي يبقى في مكتبه في مركز شباب، كل مركز شباب يا استاذ النهارده في مركز شباب يا كابتن هادي، ليه شخصيه عامه بيقدر يدافع عن اهل القريه واهل البلد. احنا بنطالب، كلام حضرتك واضح، كلام حضرتك سليم. النهارده في مراكز شباب مقفوله وفي ناس مستوليه على مراكز الشباب. تمام، ده نتكلم معانا هيبقى معانا نموذج، دي حاجه مهمه فعلا محتاجه نظره، هيبقى معانا نموذج دلوقتي هيكلم حضرتك وهتشوف. تمام، هيكلمك في مشاكل، في مشاكل كبيره جدا، يعني ده نموذج من ضمن النماذج اللي موجوده في مراكز الشباب. هو فعلا ودي بتبقى بدايه كابتن هادي للتنميه، التنميه الاخلاقيه، التنميه الرياضيه لكل مش ممكن يا بندق. سبب ان في الملاعب الخاصه دلوقتي لما بتتعمل في بقى استثمار، يعني بقى أيوة استثمار دلوقتي بعض المسؤولين. وماله يا سيدي؟ ماشي يا كابتن، الوزاره نفسها تلاقي في مال في بعض مراكز الشباب بسبب الملاعب الخاصه يا كابتن. اعمل ملعب في مركز الشباب واستثمره انت كمان. ما فيش مشكله، استثمر. كان عمل الموضوع ده، كان الباشمهندس خالد عبد العزيز لما كان وزير الشباب. أيه، هو اللي عمل في بعض من مراكز الشباب محترق. وكان مكمل، وده لو كمل كان. بص يا باشا، هستاذن حضرتك، هو فكر لابد ان هذا الفكر بيبقى موجود، ولكن المفروض يتنفذ على ارض الواقع. من السهل جدا انه يكون موجود داخل محيط الوزاره بتدعيم مراكز الشباب على مستوى الجمهوريه، لكن لم ينفذ. مفيش ابدا اي مشكله، انشئ ملعب لكل مركز شباب نجيله، يقوم الشباب هيلعبوا عليه، ما يلجاوش لاي انحراف. والمطلوب ان الدوله بتدعم الشباب. اكيد طبعا، دي اهم حاجه. دي نظريه كويسه جدا، دي نظريه كويسه جدا طبعا، احنا بنطالب بيها حقيقي. المهندس خالد عبد العزيز برضو وزير الرياضه، هو يعني بصراحه عامل شغل كبير في الحته دي، ومدي مساحه لكل مراكز الشباب وكل الانديه ان هي تدعم. طبعا. ولكن احنا بنتكلم على وضع حالي. في بعض المراكز، كابتن بوندو زي ما انت قلت، بعض المراكز دي كمل المسيره برضو. اشرف، سياده الوزير اشرف صبحي، تمام، كمل المسيره اللي كان شغال عليها الوزير السابق خالد عبد العزيز، المهندس خالد عبد العزيز، فاهمني؟ فدي يعني حاجه كويسه ان انت عندك وزير يعني حتى قريب من الشباب، بيعمل اجتماعات للشباب، بيعمل حاجات، ندوات، الكلام ده كله قريب من الشباب. كان قريب الاستاذ اشرف كان نازل مدينه اطفيه بيفتتح مركز شباب جديد على مستوى عالي. انا تابعت على الصفحات عندي على الفيسبوك وكده. هنا بقى هذا يسمى مركز شباب. طب انا والتاني مركز شباب بس كده، معلش معانا مكالمه. اتفضل. الو وجيه، الموهبه دي موهبه عندي في الشركه. السلام عليكم وجيه، ازيك؟ الحمد لله. طبعا يا وجيه، انت اكيد احنا مش هنتكلم عنك، انت الموهبه الكرويه وفنان كمان. عامل ايه يا حبيبي؟ الحمد لله. طبعا انت لاعب موجود معنا في شركه الاتحاد سبورت، تمام؟ وانا اصريت ان انا اعمل لك مكالمه معايا النهارده، مداخله، علشان برضو يعني نعرف مين هو وجيه بموهبته كلاعب وكمطرب برضو، يغني لنا اغنيه جميله كده يا وجيه. سمعنا كده يا وجيه، سمعنا حاجه حلوه كده. قول يا وجيه. عالم تعبان مخنوق منكم، انا بامانه، انتوا اللي بتفرحوا بيبوك، انا ده احنا تعبنا. خلقي مريضة، كله سايق للعبيطة، لسه ما طلعش من البيضة، يجي يندبنا.
وده صاحب عمري غدر بيا من ضهري، انا بجد انا جبت اخري صحبتنا شمال، وتعبت صاحب يقول لي عركه اقول له مراح، امسك دراعي واطلع ساح وبقف ده. وجيه انت 2005 صح كده؟ بسم الله ما شاء الله يا وجيه. برافو عليك يا وجيه، برافو عليك، شكرا يا وجيه. وجيه متفوق معانا معانا طبعا الكابتن ابو العز بقى بمناسبه بقى مراكز الشباب. طبعا هو كان مكلمني قال انه في مشكله عنده في مراكز الشباب، برضو احنا ايه ندي له حقه برضو يقدر يتكلم. تمام. الو كابتن. الو السلام عليكم. عامل ايه يا باشا اخبارك؟ الو الو السلام عليكم. عليكم السلام. عامل ايه؟ اخبارك؟ الحمد لله والله الحمد لله والله. طبعا قبل اي شيء يا كابتن ابو العز انت حضرتك منورنا. الله يكرمك الله يخليك. ان شاء الله احنا هنعمل فقره كده وهنعمل حلقه معانا هنا باذن الله، هنتكلم برضو خاصه كده لما مراكز الشباب هتكون معانا باذن الله. باذن الله ان شاء الله باذن الله. اتفضل اتفضل يا كابتن اتفضل. اولا اتقدم بالشكر لسيادتكم وكل القائمين على القناه ولجميع السادة الحضور، ومسع الكابتن أحمد بندق نجم النادي الزمالك. تسلم يا كابتن. والأستاذ عماد شلبي المدير لتنسيق حقوق الإنسان. أهلا وسهلا. على إتاحة الفرصة ديت لكي أحكي مشاكل شباب قرية الحوتة، دي محافظة البحيرة مركز تل البارود. أولا لم يتم الإعلان عن أي انتخابات بمركز الشباب منذ أكثر من 20 سنة. صور مركز الشباب مقفول يا أستاذ. تمام. طبعا منذ اكثر من 20 سنه لم يتم الاعلان. النادي ده مشهر من سنه 1979. هو ناقصه حاجه النادي يا استاذ ابو العز؟ ناقصه حاجه؟ نعم. ناقصه حاجه المركز؟ لا المركز مش ناقصه حاجه. طب ليه مقفول ليه؟ في مشرف رياضي في المركز اسمه على ورق يعني او موظف. تمام. طبعا بيتعمل انتخابات لم يتم الاعلان عنها. تمام. الانتخابات ديت بتتعمل ايه في سفيرة معايا عمومية ولم يتم الاعلان عنها، وسيادتك عندك برضو اعلان كده محطوط داخل مركز الشباب اعلان عن الانتخابات في تقديم الترشيح، يافطة كده محطوطة جوه مركز الشباب لم يتم الاعلان عن اي انتخابات مركز الشباب. طبعا المقدمين بينجحوا بالتزكية. طبعا بينجحوا بالتزكية طبعا. وعندك جميع الاعضاء من عائله واحده نسبه اكثر من 90%. بتقول لي بقى له 20 سنه. طب انا اخدها واحده واحده. كابتن ابو العز معاك عماد. ماشي يا سمعت حبيبي. معنى كلامك انه لم تقام انشطه فعليه في هذا المركز. النشاط اللي هستاذنك بس عشان اتابع معاك يعني. اتفضل. معناه ان مفيش انشطه بتقام. لا دلوقتي لا، انا سيادتك كنت باخد اللعيبه انا بذات نفسي على نفقتي الخاصه، على نفقتي الخاصه واروح بيهم واعمل انشطه انا على حسابي. حضرتك لك علاقه بمجلس الاداره؟ انت رئيس مجلس الاداره؟ لا انا مش في مجلس الاداره. مش في مجلس الاداره خالص يعني. مش في مجلس الاداره خالص. لا كابتن ده مدرب ولا حابب يكون في مجلس الاداره. مدرب من رقم واحد في محافظه البحيره عندنا، الراجل مثل اكتر من اربع خمس انديه. ولا حابب يكون. انا اتمنى هو مسك مدرب يا كابتن هادي، مسك مدرب، مسك مدرب لمنتخب منتخب البحيره. تمام. مسك مدرب لنادي شبر الخيط، مسك مدرب لنادي الدرنجات، راجل يعني قيمه وقامه في الكوره عندنا. هو عايز، هو مش عايز، هو مش محتاج حاجه، هو مش محتاج منصب اصلا، هو محتاج يخدم بلده من خلال مركز الشباب. هو شايف ان في فساد في مركز الشباب. يا كابتن ابو العز اتفضل مع حضرتك. انا بفضل الله المدير التنفيذي لمنظمه حقوق الانسان بوجه بحري، يعني البحيره تبع تبعي انا يعني من الاجوبيه لحد اسكندريه. فاتابع مع حضرتك بصفه شخصيه هذا الموضوع ونتابع مع المسؤولين ويفتح مركز الشباب وجميع الانشطه. جميع الانشطه المفروض انها تنفذ يعني. كابتن ابو العز الاستاذ عماد يقصد لك ان هو انا رئيس لجنه حقوق الانسان او مدير التنفيذي. نعم. للجنه حقوق الانسان معايا. اتفضل. فهو طبعا بعد اذن حضرتك بس. اتفضل. طب اتفضل بعد اذن حضرتك. المشكله في العضويه دلوقتي 90% من العضويه من عائله واحده. ازاي بس ازاي؟ ازاي على الورق؟ طيب ما حدش بيتقدم. هم عندهم علم في دمنهور بكده. ما حدش بيتقدم للترشيح يا استاذ ابو العز.
يا كابتن. لا انا كنت متقدم في الترشيح. انا في عند حضرتك دلوقتي صوره جوه مركز الشباب، شايفينها متابعينها على الشاشه، داخل مركز الشباب من جوه مكتوب طلبات ترشيح، طلبات ترشيح جوه. طيب جوه النادي مكفول عليها. فتح باب الترشيح حاليا شغال، وطلبات الترشيح اتقفل، بيعلنوا على الترشيح في اخر يوم. مش مدين فرصه، مش مدين مساحه، ما عنديش فرصه نقدر نواب. انا احضر، انا طيب وراجل او عضو يحضر. انا اتابع مع سعادتك وهخاطب من مركز الشباب اللي شغال ده بالليل ده. معلش مع حضرتك ما فيهوش كهرباء. هو باين عليه المبنى. بص المبنى ما فيهوش كهرباء. تمام واضح. لكن الكهرباء دي خارج المبنى. طيب. يعني خارج المكان عشان نوفر الوقت. هقول لحضرتك انا اتابع مع حضرتك شخصيا، وهنراسل السيد وكيل وزاره الشباب والرياضه بالبحيره، ونقف على الموضوع ده ان شاء الله له حل. يعني كابتن انا بتمنى من حضرتك اوصلك رساله مهمه بس عن استاذ عماد. استاذ عماد بعد اذن حضرتك بس كلمه واحده. انا بتمنى من حضرتك حاجه واحده. اتفضل. انا كنت مبسوط جدا اما سياده الوزير قال اللي يكون مؤهل عالي اللي يمسك اداره مراكز الشباب، رئيس مجلس اداره. رئيس مجلس اداره كنت في اتم السعاده، لان انا برضو مش مؤهل عالي. كنت بتمنى ان سنه ما يعديش 30 سنه. تمام. لا هو هقول لحضرتك كنت بتمنى ان العضويه العضو ذات نفسه ما يعديش ال 25 سنه. هو المفروض الناس عندك هي اللي يتراءى لها ترشيح الناس المثقفه اللي تقدر تدير هذه المنظومه. واخد بال حضرتك؟ الناس اللي تدي فعلا لان ده من اخطر حاجه مراكز الشباب. مقدم للرئاسه عنده اكتر من 60 سنه. لا ده احنا استاذ كابتن ابو العز بس اوصلك رساله صغيره. انت فاهم احنا طبعا النهارده احنا طالعين نتكلم عن المشاكل اللي موجوده في وزاره الشباب وفي مراكز الشباب وكده. طبعا الاستاذ عماد بيتكلم معاك ان هو طبعا انا هديله الرقم يعني بعد البرنامج ان شاء الله هيتابع معاك وهيتواصل معاك، لان هو راجل المدير التنفيذي للجنه حقوق الانسان، ومركز الشباب ده يعتبر حقوق انسان. طبعا لما انا ابنقف في مركز الشباب والانسان اللي هو في من اهل القريه يتمنع من دخول المركز، زي ما اتكلم دلوقتي وقال ان عندي في المركز لما انا اقفله. طب ما انا المركز ده لما انا اقفله هلاقي اللاعب بتاع اللي بيجي لي يلعب رياضه ويجي يلعب في الملعب وكره قدم او كره سله بقى الانشطه اللي موجوده في المركز ممكن يتجه لطريق تاني خالص. هذا الموضوع هو جزء من فساد. ايوه احنا جزء عندنا في المنظمه يا كابتن ابو العز في المنظمه المصالح العربيه لحقوق الانسان بنقف على الفساد في المصالح الحكوميه. كابتن ابو العز انا بشكرك جدا، واحنا بقى في متابعه معاك بعد البرنامج باذن الله. باذن الله. طبعا دي قضية مهمة جدا. طبعا احنا دي قضية مهمة جدا. هو من البحيرة. من البحيرة. ياخد تليفونه ونتابع ان شاء الله مع بعض. هو كلمني في المشكلة كابتن هادي. نعم. يعني مشكلة كبيرة جدا ان انت مركز شباب، وعلى فكرة انت شايف الصور مركز شباب. احنا يعني معانا مكالمة تانية برضو من ناس الاحفاد الاستاذ عماد. الاستاذة رباب. السلام عليكم. ازي حضرتك يا فندم؟ الحمد لله يا استاذ تامر. ازي حضرتك؟ اخبار حضرتك يا فندم؟ بخير والله الحمد لله. اخبار معاليكم منورين الدنيا. الله يخليك يا استاذ رباب. استاذ عماد ازاي حضرتك؟ اخبار حضرتك؟ الحمد لله تمام والله. كل عام وانت طيب يا استاذ رباب. وسعادتك بخير منور البرنامج يا فندم. الله يخليك. الله يخلي حضرتك. الله يخليك. طبعا احنا عايزين نتناقش بقى مع الاستاذ رباب عن الموضوع. هو الاول انا عايز اطمن على مكتب كفر الشيخ عندكم عامل ايه؟ تمام طبعا بمشرفه معاليك يا فندم. الله يخليك. يعني شد حيلكم معانا شويه. حضرتك مش سايبنا يعني، وبعدين احنا بس في ظل معاليك الامور كلها تمام. طيب الحمد لله. انا مش عاوز اي مشكله حضرتك تيجي من كفر الشيخ. اقفوا على حلها، ولو في حاجه وقفت قدامكم انا تحت امركم. منظمه يعني حقوق الانسان تحت رعايه معاليك الحمد لله ما شاء الله عليها، ما عندناش مشاكل الحمد لله. الحمد لله. انا يهمني المواطن ما يبقاش عنده مشاكل. مش انتوا يا استاذ رباب، انا مش عايز الاعضاء. المواطنين كلهم مشاكل. انا المواطن ما يبقاش عنده مشاكل. لا مالناش دعوه بالاعضاء. حضرتك عندكم في محافظه كفر الشيخ محافظ محترم جدا وسيد مدير الامن، ناس محترمه وافاضل، تابعوا معاهم في اي حاجه وانا مع حضراتكم على التليفون. بالفعل هم بيخلصوا كل اي مشكله موجوده بالفعل حاليا، بنخلصها تحت اشراف معاليك، بتخلص على طول في 3 دقائق. اشكرك الاستاذ رباب من المحامين النشطين جدا. ربنا يوفقك. ربنا يوفقك. فاهمه يعني ايه حقوق الانسان بامانه، يعني كحقوقيه ناشطه ولها باع كبير يعني بصراحه. واحنا انا من الناس اللي بعتز ان اخترت حضرتك في العضويه معانا ان شاء الله. ان شاء الله.
الله يكرمك. شرف لينا ومتشكرين على مداخلتي. شكرا قوي يا استاذ رباب، شكرا. هنرجع بقى ونتكلم في مشكله مركز الشباب، واحنا عايزين نتكلم برضو في قضيه الزمالك والاهلي. طبعا دي مهمه برضو، يا ريت ده عايزين نتكلم يعني فيها. انا خلاص مراكز الشباب اصبحت صبغه معروفه لدى الجهات الحكوميه، وان لم يقم السيد وزير الشباب والرياضه برعايته لمراكز الشباب قبل اي حاجه تانية، لان مراكز الشباب هي السنتر اللي بيفرغ شباب يقود البلد. طبعا ان ما كانش الشاب النهارده متربي في مركز شباب ثقافيا ورياضيا وجسمانيا وكل حاجه، مش هيفيد هيفيد البلد بيه. طبعا صح، ده اللي احنا دي قضيه مهمه. خلاص مركز الشباب دي تولاها السيد الوزير. النقطه المهمه برضو موصله. طبعا واحنا بنطالب كحقوق الانسان، وكل مثلا مركز شباب فيه مشكله او في حاجه او في رساله عايز اوصلها من خلالنا نقدر نوصلها. انا بالنسبه لوجه بحري نقدر نساعد علينا. هقول لحضرتك بالنسبه للمنظمه المصريه العربيه لحقوق الانسان، عندنا انا ماسك بفضل الله من اول اليوبال لحد اسكندريه حوالي 7 أو 8 محافظات، اي مراكز شباب فيها مشاكل يراسلوني وانا هتابع الساده المسؤولين، وان شاء الله هنقف على حاجه هنوصل للاستاذ عماد طبعا ان شاء الله تحت امرك، وتليفوني موجود في الاعداد طبعا طبعا. كابتن بندق بقى احنا عايزين نتكلم، بما انك انت نجم نادي الزمالك انا هقول لك بقى هي كلمه واحده بس، ينفع اللي بيحصل ده؟ لا والله احنا بس ما يتكلمش من طرف واحد عشان انا اهلاوي برضه. لا لا بص يا استاذ اقول لحضرتك احنا لا هو بندق بسم الله ما شاء الله. هو الموضوع دلوقتي مش اهلي ولا زمالك، الموضوع دلوقتي انت بتتكلم في دوري بيمثل مصر. تمام. بيمثل الاتحاد ده اسمه الاتحاد المصري لكرة القدم. فانت النهارده كنت ماشي كويس جدا، عملت نظمت كاس سوبر على اعلى مستوى، نظمت بطولة كاس مصر على اعلى مستوى، نظمت بطولة افريقيا على اعلى مستوى، شغال في الدوري كويس. طب ليه تأجل ماتش الاهلي والزمالك؟ يعني ماتش القمه ده ليه تأجله؟ انت النهارده الجونه بقول لك مش هلاعب الاهلي، والمقاولين مش هلاعب الزمالك، بعت رسمي مش هلاعب الزمالك، انت كده في مشكله كبيره هتحصل في الدوري. ما هو الجونه بيقول مش هلاعب الاهلي الا ما يلعب ماتش الزمالك. النهارده المستشار مرتضى منصور بيطالب بان هو ينسحب من الدوري. مين؟ المستشار مرتضى بيطالب ان هو ينسحب من الدوري. ان لعيبه نادي الزمالك وجهازه الفني وكل يعني اتفاجئوا باللي حصل. ليه تاجل مباراه؟ اعمل الماتش، اعمل المباراه. قلت المستشار مرتضى منصور قال انسحب من الدوري، فكرتني كده امبارح. لا فكرتني كده بامبارح اقتحم استوديو، فعندنا زميل كده يقول لك لا انا رئيسكم هقتحم الاستوديو واتكلم لو ما اتكلمتوش عني النهارده. تحب تقول له ايه ده؟ عشان فعلا ما تلاقوش خبط في وشك دلوقتي. اسمح لي انا ده مانجا ده. مانجا. بقول لك اقتحم الاستوديو. جهز لنا العشاء بقى. انا تابعت على العشاء عند مانجا. يا سلام. تابعت موقف تأجيل مباراه الاهلي والزمالك في القمه دي. قريت طبعا انه لدواعي أمنية تم تأجيل المباراة. أنا بقول كلمتين من خلال هذا المنبر. إذا كان تم تأجيل مباراة الأهلي والزمالك لدواعي أمنية فنحترم جدا هذا القرار، لأن البلد بتمر بظروف صعبة. بس إذا كان أكمل دي معنى. أنا اللي نحن أرناه أنا أتكلم فيه. إذا كان لدواعي أمنية يبقى الأمن بصفة خاصة شايف إن في أمور معينة فيتفادى نظرا للظروف اللي تمر بها البلاد يعني. تمام. ونقف كلنا احتراما واجلالا لهذا القرار اذا كان قرار امني بحت. تمام. اما اذا كان قرار شخصي لاحد رؤساء مجلس الاداره اذا كان الزمالك او الاهلي فلا يجوز، خاصه بعد ما طلع احد اعضاء مجلس اتحاد الكره وقال لن توقف مباراه، لن تؤجل مباراه مهما كان. بس فاذا كان ده استاذ عماد اللي احنا بنتكلم فيه، ان انت النهارده ما ينفعش الامن بتاعنا ما يقدرش يامن مباراتكم. طب معلش انت قلت حاجه حلوه، معلش ونكمل حاجه وانا هقطعك ونكمل الموضوع. طيب. في 3 بيانات حصلوا النهارده، بيان للنادي الاهلي وبيان لنادي الزمالك والامن. بيان النادي الاهلي والمقاولين يا كابتن لا خلينا في دول تضامن مع بعض، خلينا دول بتضامنوا مع بعض، خلينا في 3 بيانات اللي احنا هنتكلم عنهم. بيان النادي الاهلي انا لن اخد اي مباراه الا بعد مباراه الزمالك. تمام. مزبوط. دي نقطه. نادي الزمالك طلع ببيان تاني بيتكلم بيقول النادي الاهلي انا قالك النادي الاهلي مش نادي وطنيه، مش بيقف مع الامن، وهو كده بقى عايز يبوظ الدوري. لا دي بتبقى حاجه شخصيه. ده طلع بنظام بيان، ده طلع بيان ليه، ده طلع بيان من نادي الزمالك. الامن بقى طلع بيان قال لك دي مشكله الاتحاد الكوره، انا ما الاتحاد الكوره بعت لي قرار ان عايز ياجل وانا اجل. انا كاتحاد كوره
انا كاتحادكم النهارده اتحاد كره ناجح. انت بتتفرج على الـ على الـ على الدوريات دوريات اوروبا يا عم، بعيد عن اوروبا خليها في الدوريات الخليج. انت بعيد عن اوروبا خليك في الجدول بتاعك. طيب. بترتب الجدول بتاعك مفيش حاجه اسمها تاجيل. تمام. ليه ناجل مباراه اعمل مباراه القمه في استاد برج العرب في استاد الجيش جميل. من غير جمهور. كلام حضرتك جميل يا كابتن. ايه المشكله في كده؟ علشان كده انا لما افتتحت كلامي في هذا الموضوع قلت اذا كانت الدواعي امنيه، انا اعتقد انها مش دواعي امنيه، وان الامن مطالب بذلك بدليل ان الامن امن المباراه بتاع افريقيا، وكان عندك مباراه منتخب مصر والجمهور حاضرها وعلى مستوى عالي جدا. لا، ومباراه الزمالك في افريقيا لن يعجز الامن عن تامين مثل هذه المباريات. فانا نخلي دي جانبا يعني، هو اتحاد الكوره ونشوف بقى اتحاد الكوره. احنا كنا بنقول ان في تغيير وجلد اتحاد الكوره اتغير. طب معلش برضو انا عايز اقدر اعرف برضو دي مشكله اتحاد الكوره، او اتحاد الكوره هو اللي اجل، ولا حد من مسؤول نادي الزمالك او سياده المستشار ضغط على حد من الزمالك ربما. الزمالك مش عايز ياجل الماتش ربما. انا بقول لك الجهاز الفني. لا يا باشا، الجهاز الفني نادي الزمالك يا كابتن بندق. بص الزمالك عايز يأجل. بعد اذنك كابتن، الزمالك طلب تاجيل المباراه على ما يلعب المباراه الافريقيه بتاع الفريق الافريقي اللي هو الفريق السنغالي. فريق السنغالي طلب تاجيل. بص انا سمعت مداخله مع لسياده المستشار، انا ما هلعبش وحلف فيه، قال لك انا مش هلعب مباراه الاهلي قبل لقاء الفريق السنغالي. صحيح. وقال انا مش هلعب المباراه دي ولعبت اتصاب، انت فاهمني، وانا مش هلعب المباراه واخسر المباراه واجي يحفلوا عليا، انت فاهم، يحفلوا على الزمالك. انا سمعت الكلام ده، فده ده على لسان سياده المستشار. هو ما كانش ينفع يقول كده. نادي الزمالك فريق كبير، نادي الزمالك مهما كان لو هيخسر او هيكسب، ما ينفعش ان انا اطلع اقول ان النادي الاهلي هيكسبني ولا الناس بتحفل عليا. سنتج عن كده يا كابتن، ان انا اقول كده ان انا نتج عن كده زي ما انت بتقول. بلبله مع بعض الانديه، في فريق تضامنا مع الاهلي مش هيلعب مباراته الا بعد الاهلي، ملعب الزمالك، وفريق مع الزمالك تضامنا. انا بقى يا استاذ عماد كاتحاد كوره اعمل ايه؟ انا كاتحاد كوره دلوقتي يا كابتن اعمل ايه؟ انا عندي مباراه اهلي وزمالك تتلعب. طب الاتحاد الكوره قال لك اللي هيفكر ينسحب؟ عندي مباراه اهلي وزمالك تلعب المباراه. انا ما الاتحاد الكوره لما قال لك اللي هيفكر ينسحب او هيقول احنا هنسحب ينزل ايه؟ هينزل درجه ثانيه. طب دلوقتي انت عايز تنفذ كلامك على الانديه دي، خلاص يبقى كلام الانديه دي يمشي برضه، لانك انت دلوقتي قلت يوم السبت الزمالك والاهلي. دلوقتي انت بتقولي المباراه اتاجلت بقرار امني، النهارده الامن. لا انا اعتقد ان في حد مسؤول امني طلع قال ان الامن ما اجلش. لا هو طلع فعلا في بيان ظهر النهارده بيقول لك لا ده دي النادي اتحاد الكوره بعت لنا تقرير ان هم عايزين ياجلوا المباراه. يعني من اتحاد الكوره هو في الامن طلع بيان كده؟ لان طبعا يبقى يجوز ان اتحاد الكوره عامل كده. ليه بقى؟ انا عايز اسالك، انا عايز اقول حاجه. ممكن يكون ليه الامن طلع ببيان؟ بقت كل الجمهور اللي ماشي في الطريق دلوقتي بقى بيتكلم على الامن، بقى بيتكلم على الداخليه، بقى الناس تطلع تتكلم. يعني انا عايز اطمنك على كاس الامم وتنظم مباراه الاهلي والزمالك في السوبر. كان في اليوم ده كان في شوشره. هتأمن حضرتك بالنسبه دي. احنا عندنا امن محترم جدا وقادر بفضل الله على تامين اي مباراه، حتى لو مباراه كاس العالم هتلعب في مصر هو قادر عليها. طبعا انسى النقطه دي. انما اذا كان هناك خلينا متفقين فعلا في اتحاد الكوره. لا يا باشا، لا خلينا متفقين فعلا. هي على فكره الامن قادر على تامين المباراه لو هيوصل في الملعب 120 الف متفرج. وانا انا بقول الكلام ده. راجل شغال في الامن وراجل دي مسؤوليه. طبعا ناس. لا بجد الوزاره يا اخي، يعني انت كان عندك كم مباراه بيتلعبوا في توقيت واحد في كاس الامم الافريقيه؟ والجمهور كان شكله ايه؟ انا عايز اسال سؤال بس صغير يا استاذ عماد. دلوقتي لما نادي الزمالك لو حصل وقرر انه في مباراه مع المقاولين العرب، تمام، وجيت خسرت المباراه، سيبك انك انت خسرت من المقاولين وكسبت المقاولين، وجيت انت بتعمل الضجه دي كلها علشان تقابل الفريق السنغالي وتعدي من دور ال 32 وتوصل لايه؟ لدور المجموعات، وخسرت الفرقه دي، ما برضو انت اساسا حمستها. صحيح. حمستها جدا وجايه عايزه تكسب، فانت ساعتها هيبقى وشك ايه؟ دلوقتي يبقى انا عملت كل ده عشان اجل لقاء الاهلي، وفي الاخر انا لا حصلت ده ولا حصلت ده. يبقى في خفايا. المفروض كل واحد يخلي المسؤوليه عن نفسه. خلينا متفقين، اذا كان اتحاد الكوره، وانا هستبعد الامن، اذا كان اتحاد الكوره او مجلس اداره الاهلي او مجلس اداره الزمالك، اذا كان هناك تدخلات من اي من مجالس الاداره للناديين فده خطا. انا ما اطلعش مسؤول النهارده من اتحاد الكوره وبقول على الهواء على لسانه ويقول لن تؤجل مباراه في الدوري العام بعد اليوم، كلامنا من فتره. اذا الدوري العام
يا اخي النهارده الاهلي بيقول لك انا هلعب المباراه من غير جمهور، يبقى ايه المشكله بالنسبه للامن؟ لا ده انا بقول لك لو بجمهور مفيش مشكله بالنسبه للامن، مفيش مشكله، مفيش مشكله حقيقي. سياده المستشار طبعا لما كان طلع واتكلم وقال احنا لازم ناجل ومش هنلعب المباراه، وانا لا انا ما ينفعش العب مباراه الاهلي قبل مباراه الفريق السنغالي، رجع تاني واتكلم بعد ما فعلا تم تاجيل المباراه. انا كنت عايز العب المباراه، هو قال كده، انا كنت عايز العب المباراه، انا كنت بس حابب اوصل الرساله اللي هو بس علشان لو جاء اي حد تاني وعايز اجل يبقى خلاص ما تاجليش فما تاجلش غيري. هو كان عايز اوصل الرساله دي ولا فعلا لما حس انه خلاص هي الانديه التانيه تختلف عن الاهلي والزمالك في حاجه؟ ألم يكن هذا نادي في الدوري العام؟ هو بس مولاه حق الاعتراض، إذا كنا كل رئيس مجلس إدارة هيعترض. دلوقتي هم بيتكلموا في إيه؟ بيتكلموا في إن الأهلي والزمالك الأكبر جماهيرية في مصر. قطبي الكرة المصرية معروف. طبعا. فهو بس إحنا دلوقتي بنتكلم لكن مش معنى ذلك يعني إن أتحكم في جدول دوري. كل الأندية طبعا ليها الحق، أصل أنت عندك أهلي، عندك زمالك، عندك مصري، عندك اتحاد، عندك إسماعيلي. ما في أندية كتير لها جمهور. وفي انديه كتير من حقها ان هي انت بتروح تاجل الماتش بتاعتها، انت فاهمني؟ فالموضوع بقى دلوقتي ايه؟ الموضوع بقى دلوقتي زي ما انت هتعمل هتاجل انا هاجل، انت كده الجدول بتاعك بيبوظ. صحيح. لا في ماتش اهلي وزمالك بقى، هو احنا مش ماتش اهلي وزمالك زي اتحاد واسماعيلي زي مقاولين وانبي، كل الماتشات تبقى زي بعضها وكل الماتش يتلعب في ميعاد، في بعض الفرق عشان ما يحصلش لخبطه في الجدول يا استاذ. بعض الفرق قالت احنا مش هنلعب مبارياتنا الا بعد مباراه الاهلي والزمالك. ما هو انت بتعمل ضروب في الماتش اللي بعد الماتش اللي بعد ماتش الزمالك مع الاهلي الجونه، واللي مع الزمالك المقاولين. تمام. فدلوقتي طلع الجونه قال لك انا مش هلعب خلاص، تضامنا مع الاهلي. تضامنا مع الاهلي والمقاولين طلع تضامنا مع مين؟ طلع تضامنا مع الزمالك. فاهمني؟ فالدنيا دلوقتي هيحصل فيها لخبطه طبعا. الامور هتتلخبط والدنيا يا ريت المسؤول عن الكلام ده يطلع او مسؤول اتحاد الكره يطلعوا يقولوا الكلام ده، هو وتقام المباراه يعني مش قضيه هي. هو الاستاذ عمرو الجنايني مكايش في الامن يعني قوي. معانا مداخله. اتفضل. استاذ خالد رحيم رئيس اللجنه العليا. السلام عليكم. اهلا وسهلا يا فندم. وعليكم السلام ورحمه الله. طبعا مساء الفل يا معالي الباشا. اهلا وسهلا. طبعا انت اخبار حضرتك يا باشا؟ منورين شاشه الصحه والجمال يا عماد بيه. اهلا اهلا يا خالد بيه، ازي حضرتك؟ ربنا يخليك يا معالي الباشا، منور الدنيا كلها يا معالي الباشا، وليلتكم سعيد. عامل ايه يا خالد بيه؟ الحمد لله والله يا معالي الباشا، منور يا عماد بيه انت وضيفك الكرام يا باشا. انا معايا كابتن بندق من اولادي او اخواني الصغيرين حبيبي يا صديقي. وطبعا كابتن منورنا يا معالي الباشا، زملكاوي راجل على دماغنا يا معالي الباشا. ما انت زملكاوي يا خالد، هي دي تامه يعني حبيبي يا استاذ خالد. انت زملكاوي يا خالد. بقول لك ايه، بندق قريب في الاهلي عشان تكون فاهم. يا معالي الباشا، يا معالي الباشا، اجلها شويه. وليا الشرف يا باشا، بس بندق الكابتن بندق يا باشا اتكلم بما يرضي الله واتكلم بهديه تامه طبعا يعني. هي ما انا عارف انك اهلاوي بس بجامل الكابتن بندق يا اخي. ما انت اهلاوي زي ما تقول. يا معالي الباشا منورني الشاشه والله يا معالي الباشا. يا اخي خالد انت من الناس المحترمه والاعضاء المحترمه جدا على فكره. ربنا يخليك يا عم محترم جدا، ومن الناس اللي بتعمل بجد واجتهاد بامانه يعني. احنا عندنا بجد ربنا يخليك يا عماد بيه اعضاء محترمه يا باشا، واحنا انتوا شرف لنا يا معالي الباشا، وانتوا منورين الشاشه منورين الدنيا كلها يا معالي الباشا. اشكرك يا استاذ خالد، اشكرك يا حبيبي الله يخليك. الف شكر يا استاذ، ربنا يخليك. كل سنه وانت طيب. شكرا يا استاذ خالد، شكرا. استاذ خالد من الناس المحترمه جدا، عضو ناشط جدا برضه يعني. طبعا عشان نديله حقه برضه. لا ده حقه، انا بص لو كده ما فيش فيها، ما عنديش مجامله. طبعا نرجع لموضوعنا. اتفضل. نادي الزمالك عنده مباراه يوم 24 اكتوبر. طبعا يعني في برضه في مشكله احنا ما نعرفهاش، ناس كتير او ما حسبتهاش او ما خدتش بالها من اللي هيحصل. حتى لو نادي الاهلي وهيلعب مباراه الدوري هيلعب امتى؟ دلوقتي الاهلي راجع بقاله 18 يوم ما لعبش كوره، ما لعبش، الدوري واقف وعشان المنتخب وكده. ونرجع نتكلم في المنتخب برضو معاك يا بندو دلوقتي ان شاء الله. فعندك المفروض كان هيلعب يوم السبت مع نادي الزمالك، عندك مباراه 24 اكتوبر او 23 اكتوبر مع الجونه. الجونه ممكن ما يلعبش او اذا لعب الجونه. تعالى بقى يوم 28 اكتوبر هيلعب مع مين؟ مع المصري. تمام. والمصري عنده مباراه في دور ال 32 مكرر في بطوله الكونفدراليه. اقعد يا اهلي ما هيلعبش. طبعا. ارجع يا اهلي او في الدوري يا اهلي، ليه؟ لانه الاهلي هيرجع وهيلعب في بطوله المجموعات. ليه؟ لدوري ابطال افريقيا. شوف هقول لحضرتك، انا رايي الشخصي يا كابتن بندق انه لا تقف مباراه في الدوري ولا تؤجل الا اذا كان في صالح المنتخب.
الله ينور. طب انا عندي فكره ثانيه. الحاجه الثانيه، اذا ترى ان هناك بعض الانديه المصريه هتلعب في اي بطوله خارج مصر، ما فيش مشكله جدا اذا كان هذا النادي دخل في ظروف معينه والامور ضيقه عليه، فيش مشكله اجله مباراته. تمام. انما لا يعلو فوق المنتخب، يبقى انا اما احب اجل مباراه اجلها عشان المنتخب. طب الانديه كلها احنا ليه ما نتعلمش من اوروبا؟ في الدوري الانجليزي مثلا بتبقى في مباريات في الدوري في البطوله الاوروبيه بتتلعب وبترجع تكمل الدوري عادي، ما بيتاجلش. ده صحيح. طب ليه احنا ما بنعملش كده؟ ليه بقى؟ احنا عندنا اربع فرق دلوقتي بيلعبوا في البطوله الافريقيه. اقدر ان انا ارحل مش اجل، ارحل. ايوه مظبوط. يبقى عندي مباراه الاسبوع ده، ادي مجال للنادي المصري، النادي الاهلي، النادي الزمالك اللي بيلعبوا البطوله دي، ما اجلش، ادي مجال، ما اضغطش عليه حتى يرجع. السنه اللي فاتت النادي الاهلي اتفق في اخر الموسم وقدر يحصل على الموسم، ناس كتير قوي طلعت تتكلم. ليه احنا نوصل الضجه بالطريقه دي؟ ناس طلعت تتكلم على انا ضغط على الانديه. اصلا النادي الاهلي عدلوا لي مباريات وجابوا الفرق الضعيفه في الاول وبعدين الفرق القويه وكسبوا فرق على دول. لا طب احنا هي دي اللي ماشيه في الشارع المصري، في الشارع الرياضي المصري، يقول لك في انه ده عشان الاهلي كذا، عشان خطيب كذا، عشان كابتن مرتضى منصور كذا، في تدخلات. ان لم يكن مجلس اداره لاتحاد الكره المصري قوي بالطريقه دي هيبقى فيه خطا. معلش الاتحاد الكره احنا علينا. انا كنت متفائل بيه جدا وشايفه كان شغال كويس. طبعا كان كويس بيتكلم وما هنأجلش، ورئيس لجنه المسابقات ماشي كويس بيتكلم حتى الان. ليه احنا نوصل المشكله على اتحاد الكره دلوقتي؟ حاجه صغيره، مباراه تتلعب ما فيهاش اي مشكله. احنا ليه نوصل؟ احنا مش عايزين نجزم ان اتحاد الكره هو لكن اتحاد الكره هو اللي فيه القرار. احنا مش عارفين يا استاذ، معلش. ايوه في ايده القرار، في ايده القرار، وانا معاك في الراي وعارف. يطلع بقى حد مسؤول من اتحاد الكره يخاطب الناس ويقول ليه تاجلت المباراه. صح. هل المستشار مرتضى منصور هو اللي طلب تاجيل المباراه؟ ما طلع وقال لك، قال لك هل الامن يا باشا؟ ما هو الامن يا حبيبي يا كابتن هادي، الامن طلع اصدر بيان زي ما سمعنا، طلع بيان قال لك ان انا مش وانا بقول جاي لي قرار من اتحاد الكوره ان هم عايزين ياجلوا، ان هم عايزين ياجلوا. واتحاد الكوره بيقول لك هل فعلا نادي الزمالك ما يقدرش يدير مباراه او يلعب مباراه خوفا من النادي الاهلي؟ او مثلا زي ما بيقول لك النادي الاهلي ايه المشكله؟ احنا عندنا بعض الانديه العالميه، برشلونه بيلعب ما فيش يومين تاني بيلعب مباراه تانية. هو ده اللي انا بتكلم عليه. كل اللي بيلعب ليه احنا كده؟ الانديه دي ناجحه. ليه احنا ما بنتعلمش؟ نادي الزمالك عندك يوم 24 ويوم 19، في خمس ايام تقدر تجهز فريق كويس للمباراه الافريقيه. ايه لعيبتها تتصاب؟ طيب دي أنا احنا ما قدرناش نفهم برضو، معلش احنا ما قدرناش نفهم من المكالمه اللي هو اتكلمها كابتن هادي. انا عندي اقول لحضرتك على حاجه. دلوقتي طلع المستشار مرتضى منصور قال لك انا عايز اجل الماتش، تمام، وطلع الكابتن محمود الخطيب قال انا عايز اجل الماتش. لا الكابتن محمود ما قالش. لا انا بقول ولنفترض بتفترض. طيب كده رئيس نادي الاهلي قال لك هاجل ورئيس الزمالك قال هاجل، مين الفيصل؟ اتحاد الكوره. مين اللي يقول لك لا هنلعب الماتش؟ اتحاد الكوره طبعا. المشكله عند اتحاد الكوره. ايوه انا معاك في دي، مفيش مشكله عند الامن، لان مفيش مشكله عند الزمالك. مفيش مشكله عند النادي الاهلي، وانا وضحتها هي. بس انا عايز اقول لك المشكله كلها عند الاتحاد الكوره بس. مين اللي يضغط؟ الموضوع اللي احنا بنتكلم فيه. يضغط في ايه؟ يضغط ان المباراه تتاجل على اتحاد الكوره. انا مالي، انا حته انك انت زي ما قال دلوقتي الاستاذ عماد، حته انك انت مش قادر تتحدى الضغط ده، يبقى انت كده زي ايه؟ شخصيتك مش قويه. اولا اتحاد بلد يا كابتن هادي، ده اتحاد بلد. ما انا بقول لك اهو، ما هو بيقول لك لسه، بيقول لك لازم يكون انا دلوقتي كنادي اهلي، انا مهما اكون قوتي، علشان كده احنا الزمالك مهما اكون قوتي، انا دلوقتي في اتحاد كوره بيرئس الناديين. مظبوط. دلوقتي انا اتحاد الكوره، مباراه الاهلي والزمالك يوم كذا يبقى تتلعب يوم كذا. يا كابتن بندق، انا ما يجيش لا رئيس نادي الاهلي ولا رئيس نادي الزمالك يجي يغير لي في ليس الجدول. ليس هناك من الانديه من يملي على اتحاد الكره قرار يا كابتن، ولا في تواصل من إيه الانديه لاتحاد الكوره؟ ما فيش تواصل. لا عامله ضجه كبيره جدا وعلى السوشيال ميديا وكله، مباراه الاهلي والزمالك، لا رئيس النادي عايز اللي اجل، لازم حد لا رئيس الاهلي، لا رئيس الزمالك، مش من الامن ولا الاهلي ولا الزمالك. طب يطلع حد من اتحاد الكره يوضح للناس ايه الموضوع. استاذ عماد اتفضل. لحد دلوقتي الاتحاد الكره بيقول لك ده قرار امني. قرار الامن ده احنا ده شيء نحترمه جدا ونقدر، وطبعا الامن احنا ما نقدرش نتكلم في حاجه زي كده. بس الموضوع كله دلوقتي الاتحاد الكره يقول لك في الامن، والامن طلع اظهر بيان النهارده وقال لك لا الاتحاد الكره
فلو اذا فعلا الامن احنا مش هنقدر نتكلم، وطبعا ده يقول على راسنا، وهو الامن انت راجل برضو في الامن وانت اكيد شايف ممكن يكون في مثلا حاجات متسربه، في مشكله. هو انا اؤكد لك نقطه، اتفضل. هنا الامن ممكن يقول ايه؟ لو شايف ان في دواعي امنيه قاهريه وشايف لصالح العام للبلاد هيقول الاتي: ممكن المباراه يتم لعبها على ملعب كذا المؤمن بدون جمهور. ما يقدرش يأجل. ما عملش مشكله. ما يقدرش يأجل. ما يأجلش يا باشا، يتأجل. لا، الامن هقول لحضرتك، كل مدير امن عنده صلاحيه. في المحافظه اللي هيقام فيها المباراه عنده صلاحيه انه طرأ له لدواعي امنيه عدم اقامه المباراه. والحاجات دي حصلت عندنا قبل كده في ملعب المحله قبل احداث بورسعيد. تمام؟ مدير الامن بيخاطب اتحاد الكره يقول له ان انا مش هقدر اقيم المباراه على ملعب اللي عندي في المحافظه اذا كان في بيتكل لمحافظه ثانيه. تمام؟ لا، هنا بقى فيه ايه؟ هو هيقول كده ليه؟ ممكن يقول لك هلعب هقيم المباراه بس بدون جمهور. يبقى انا هنا ما خلقتش النازع اللي هيعمل مشكله، مفيش جمهور. لما تقام المباراه بدون جمهور. وانا اعتقد ان النادي الاهلي قال انا عندي استاذ عماد ماتش الاهلي والزمالك اللي فات الدنيا كانت خربانه في مصر، وكان في كلام ان في ثوره، وكان لعب. في كلام ان في الدنيا مقلوبه، وكانت لعب. يوم جمعه، والامن ساعتها تحدى، وكان في عدد كبير جدا، برافو عليك، وكان في عدد كبير جدا من الجمهور الاهلي والزمالك. احنا اسمح لي، مش والامن اثر ان المباراه تتلعب، واتحاد الكره اثر ان المباراه تتلعب. طب ليه الامن اثر ان المباراه تتلعب؟ ليه؟ لانه من الناحيه الامنيه شايف ان مفيش مظاهرات، مفيش حاجه، ولا في حاجه، ولا في حاجه. طب دلوقتي البلد الدنيا هاديه، الدنيا هاديه، مفيش حاجه، مفيش حاجه، دلوقتي مفيش حاجه. ما انا بقول لك مستحيل الامن هو اللي يكون منع المباراه، بس عشان ما نعلقش في الموضوع بقى. خلصت الموضوع كلها كابتن هادي. الموضوع عند اتحاد الكوره، خش بقى في موضوع تاني عشان الموضوع ده خد كده ايه، ازد من حقه طبعا. بس انا بقى طالب حد يطلع من مسؤول من اتحاد الكوره يرد على الموضوع. بس طبعا ما حدش رد، ولا حد هيرد. طب ليه؟ محدش هيرد. اللي يتحرق دمه يتحرق دمه عادي، بس ساعتها الرد اللي هيكون جاي اتحاد الكوره ده ممكن استقاله وشكرا. لان انا سمعت النهارده ان في استقاله قريب، انا سمعت. لا، لان برضو عايز اقول له، عايز اوصل لك الناس اللي تصلح دلوقتي لو فعلا النادي الاهلي نفذ كلامه ومش قال لك، لو انت قلت له هنسحب هتنزل درجه ثانيه؟ ما تقدرش، النادي الاهلي ما تقدرش، عندك جمهور، ما تقدرش. وبعدين ايوه جمهور، وحق النادي الاهلي، حق النادي الاهلي. ليه؟ حق النادي الاهلي يطلع ببالي. انت عايز تمنع ليه؟ ليه مش عايز تقوم المباراه؟ ليه؟ ايه السبب اللي عندك انك مش تعب؟ طب انا هقول لك حاجه يا كابتن بند، هقول لك حاجه مع احترامي. هل المستشار منتدى منصور وده راجل مثقف، وانا بقول له على الهوا ان هو مثقف لان قاري فكره بيعمل ايه؟ مش عشان حاجه. هل لو هذه المباراة كانت مع نادي ثاني غير النادي الأهلي كان أجلها؟ طب وهو دلوقتي المستشار مرتضى منصور هو اللي عايز يأجل؟ طب أنا أقول لكم حاجة كوميدية. هو تبين إن هو وسمعني ويرد عليك. أنا هقول لك حاجة كوميدية. اتفضل. النادي الأهلي ونادي الزمالك كانوا المفروض يلعبوا يوم السبت اللي جاي. طب ليه عمل بديل ما بين الأهلي للمقاولين ويلعب المقاولين؟ وليه الاهلي ما لعبش في نفس اليوم مع فريق تاني؟ تقدر تقول لي؟ ها؟ الشغل بتاع الكره تقدر تقول لي؟ هنرجع تاني. انا عايز اسالك بس، تقدر تقول لي؟ ليه؟ طيب اقول لك انا ليه؟ اتفضل. النادي السنغالي ده ما هو ذكي برضه. يا طبعا. انا ممكن اعمل ايه بقى؟ ما هو عايز يلعب على دي؟ لا انا لما هم فريق مش قادر يأمن مباراه زي دي في القاهره واجل لك المباراه لاجل الموسم، انا هجي لي انزل العب. برافو عليك. بقى في بلد طبعا فيها خوف طبعا. راح قال لك لا ده عندنا ماتش يوم السبت مع المقاولين. صحيح. وقال لك خد وكانتين. ودي كلام مهم. عندنا مباراه تتلعب. ده كلام مهم. يعني لما فريق زي فريق السنغالي كده يسمع ان اتحاد الكره او ان المباراه زي كده بتاجل لدوام يقول ايه؟ طب ما هو هينزل يلعب زي صحيح. لا ما هو الزمالك، ما انا عايز اوصل لك بس رساله ان هي فعلا مشكله اتحاد الكوره، لان اتحاد الكوره قدر يلعبها بالطريقه دي. لا المباراه ما اتاجلتش، المباراه ايه؟ هتتلعب. لان انا مش عايز اتكلم على اللي عليه. بس ابعدوا، ما نخليش كل حاجه حماله على الامن يعني، ابعدوا عن دي شويه. كابتن بندق، عايزين نتكلم بقى على منتخب مصر. قدامنا بالظبط 3 دقايق علشان وقت البرنامج. نتكلم على منتخب مصر والمباراه الوديه اللي احنا شفناها بتسوان اللي احنا شفناها بالنسبه لا انا بالنسبه للمباراه انا عايز استاذن اذا كان هناك 3 دقايق في قضيه خطيره
مسر الراي العام في مصر. نتكلم عن المنتخب وبعد كده نخش على القضيه. ما هو ما تضيعش فيها الثلاث دقائق عشان ده موضوع مهم. برضو انا معايا موضوع مهم. مش هقعد معايا دقيقه ونص، دقيقه واحده. طيب عشان الموضوع ده مهم. انت دقيقه ونص وانت دقيقه ونص وهي دقيقتين. هم فضلوا موضوع قضيه الشاب رجح ومحمود. خلاص معاك دقيقه ونص. اتفضل يا بندق. اتفضل يا بندق. بالنسبه لمنتخب مصر طبعا الكابتن حسام بدر عايز دي بدايه لسه ما عرفش كل اللعيبه، في لعيبه هو عارفها وفي لعيبه اشتغل معاهم قبل كده وفي لعيبه لسه اوراق جديده خالص على المنتخب زي ما انت شفت. عمر السعيد وكذا لاعب. فالمباراه بتاعت بوتسوانا مباراه ضعيفه جدا، ما ينفعش منتخب مصر يلعب مباراه زي دي. لا هو بيختار على فكره لازم لازم يكون منتخب مصر لا هو يلعب منتخب اقوى من بوتسوانا. هو قال ايه يعني؟ يمكن الكابتن محمد بركات سمعته بيتكلم في النقطه دي، انه بيجيب فريق بمستوى الفريق اللي هيلعبه. تمام. فعشان كده يمكن اختار بوتسوانا. طبعا طبعا طبعا. تقول في قضيه بقى تتكلم فيها بس دقيقه. القضيه اللي طيب اللي هي بتثير الراي العام حاليا في مصر بالنسبه لمحمد راجح الشاب اللي هو اتقتل ده، تم قتله. انا بقولها بصراحه يعني، اذا كان اهل القتيل اهل القاتل قدموا اوراق بتفيد ان هو اصغر سنا عشان يبقى حدث. سمعت ان هم قدموا بطاقه تقريبا مزوره او حاجه زي كده. لا تقريبا او صغروا فيها يعني صغروه تقريبا صغروا فيها السن تقريبا شوية. الاخت اللي هي المحاميه جابت اوراق تثبت. طب هو ازاي عمل رخصه؟ ازاي فوق سن ده؟ لازم يكون. وعلى فكره انا بناشد حقيقي من الناحيه القانونيه، بناشد المشرع المصري انه يوضع قوانين تنزل بالسن لاقل من كده، يعني لحد 15 سنه زي ما هو بره. طبعا هي جلسه بكره صح؟ طبعا يا باشا. انا ادي 15 سنه ما اقولش حدث في حاجات معينه، والا النهارده انا حدث يعني حدث اللي هو اقل من 15 سنه يعني. خدت بال حضرتك؟ ده بيبقى العقوبه عليه اقل طبعا. من سنه لثلاث سنوات ممكن. ايوه يعني انا لما اكون في قضيه او ثاره او حاجه ابعت شاب عنده 15 سنه يقتل ويطبق عليه سنه او ثلاث سنين. علشان كده في قواضي المشرع النهارده المفروض ينزل بسن الحدث. انت حضرتك بتطالب ان سن الحدث ينزل لكام؟ 15؟ لا يعاقب باقصى عقوبه من سنه لثلاث سنين. طبعا ممكن هو ياخد ثلاث سنين يعني قليل الاول. طبعا حرام. يعني انا ممكن لو عايز اعمل جريمه مثلا ابعت حد صغير. ما انا بتكلم عشان صغير في السن يعمل لي الجريمه ويرجع تاني. الجرائم المروعه. كويس والله. ده صحيح. الجرائم المروعه دي يطبق فيها القانون للحدث كشخص عادي. تمام ماشي. دي انا بقولها حرام حق الشاب زي ده يروح بامانه ان شاء الله حقه يرجع. احنا انا بشكرك جدا حبيبي. كانت حلقه مميزه جدا انت حلقاتك كلها حبيبي يا سماد. طبعا نرجع بقى لصديقنا وحبيبنا كابتن بندق. العز الضرب ده. لا اللي هيعشينا النهارده. هو اللي عاش علينا. هيبقى كل مره. كل مره. لا والله. بشكر طبعا ضيوفي اللي انا فعلا. انا قبل ما حضرتك كده في انا بتقدم بالشكر الخالص لاداره القناه. طبعا على ثقتها فينا وفي الموضوعات الشيقه اللي احنا بنطرحها على المواطن المصري. احنا بدا البرنامج ويا ريت يبقى فيه حاجات غير معلش ما هو احنا مش هنخليه رياضي بحت يعني. لان المواطن المصري النهارده يهمه حاجه زي كده. انا هقول الانسان اكيد طبعا. هو الانسان طبعا. بشكركم جدا. بشكرك يا بندق. بشكرك يا استاذ عماد. الله يخليك. انتظرونا في حلقه غدا باذن الله 12 ليلا. معانا هيكون معاك كابتن كاريكا نجم ومدرب لل 2003 لنادي القناه، وهيبقى معاك كابتن احمد يحيى مدرب بناء بقطاع ناشئين لنادي الاسماعيلي سابقا ونادي القناه حاليا. انتظرونا غدا. السلام عليكم.